مرحلة انتقالية اللي الطرفين بيعانوا فيها، الطلبة والأهالي. الطلبة بيعانوا فيها ليه؟ لأن هو حتى بعد ما خد الأجازة وخلص امتحانات هو مش قادر يستمتع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب العقل، مفيش حد عنده عقلين. فهو عقله كله مركز بعد هذا الامتحان المصيري من وجهة نظر المجتمع، أنا رايح فين؟ المجتمع للأسف بيسوق فكرة وبيبدأ يبيعها للشباب. أنا بنصح كل شاب بيسمعني النهاردة، أرجوك ما تشتريش الفكرة دي. ما تشتريش فكرة إن أنت لو جبت مجموع كبير في الثانوية العامة أنت هتخش كلية من كليات سماها المجتمع كليات القمة. لو ما عملتش كده دخلت كلية سماها المجتمع من كليات القاع وأنت بقيت في القاع طول عمرك. ودي الأزمة اللي عانى منها الشعب المصري تحديدا والشعب العربي عموما. عانى من أزمة المربع. ايه هو ده؟ المربع ده اللي موجود في عقلية كتير جدا من أولياء الأمور. لما جينا نعمل بعض الدراسات اللي تقول لنا ازاي أولياء الأمور بيفكروا ويشوفوا ولادهم ناجحين ولا لا، لقينا ان عندهم مايند سيت غريبة كده بتدور في فريم اسمه سيفتي اند سيكيورتي، اللي هو مربع عبارة عن محامي، محاسب، دكتور، مهندس. شوف لك حاجة فيهم انت آمن. الأهالي دلوقتي اللي هم أبنائهم في ثانوية عامة أعمارهم تقريبا قد إيه؟ مواليد السبعينات. مواليد السبعينات دول اتعمل عليهم دراسة مؤخرا ودراسة حديثة جدا، مواليد السبعينات والثمانينات. ده كلام اللي بتقوله الأمريكان سايكولوجيكال أسوسيشن اللي هي الجمعية الأمريكية لعلم النفس اللي أنا أشرف بعضويتها. بتقول إن مواليد السبعينات والثمانينات الناس دول عندهم أزمة هوية. لا والله، لا هم ناس متأخرين زي اللي قبلهم، ما يعرفوش أي إمكانيات ولا لحقوا المتقدمين جدا اللي بعده. الناس دي اللي بيحركها مخاوفها مش طموحها. المخاوف دي بتخليه طول الوقت يدور يا سكيورتي يا سيفتي. طب ايه اللي يضمن لي ان ولادي ما يعانوش زي ما انا عانيت، ما يتعبوش زي ما انا تعبت، يذاكر كويس، ياخد شهاده كويسه، يشتغل شغلانه كويسه، يستقر، يتجوز، يخلف، يامن مستقبل عياله، وهكذا نفس اللوب. على فكره الدنيا اتغيرت، ما بقتش كده. التفكير ده للاسف مش نمطي. ده تفكير، انا اسف لو يسمحوني في استخدام المصطلح ده، تفكير مرضي. المساله ليها علاقه بان هو مش بيامن في ولاده قوي. كتير من الاباء والامهات غصب عنه بيحط كل طموحه في ابنه. بيحصل له حاجه اسمها ترانسفيرنس اوف فيلينج، يعني بيدلق مشاعره كلها على ابنه او بنته. هو ما طلعش دكتور فلازم هي تطلع، هو طلع دكتور فحتما هي تطلع. يعني اما انك تطلع زيي عشان انا كنت حد كويس جدا، او انك تعمل اللي انا ما عملتوش لان انا ما لحقتش ابقى كويس جدا. فانت في الحالتين محصور ما بين رغبتين عنده، اما حاجه كان عايزها وما قدرش يحققها، او حاجه هو قدر يحققها وعايزك انت تنجح عنه فيها. بيعمل ده بدافع الحب. مسكين وبيدي كل اللي عنده لاولاده، وشايف ان هم اللي مستحوذين على كل اهتماماته. كل ده فوق راسي من فوق. بس هو احنا سالنا نفسنا، ابننا، بنتنا، ميولهم، اهتماماتهم، قدراتهم، امكانياتهم، استعدادهم؟ الاهالي اللي دايما بتقيم حبها لاولادها بان هو عمل الانجاز اللي يشرفني قدام الناس ولا لا. كتير من الاهالي مش بتقول مجاميع ولادها الحقيقيه علشان خاطر شكلها قدام الناس. وكتير من الاهالي بتدفع فلوس اكتر في اماكن خاصه عشان تداري مجموع هي شايفه انه عيب ان ابنها او بنتها يحصلوا عليه. كتير من الاهالي مش مستوعبين ان مجموع ابنهم سواء كان 99% او 59% ان ابنهم هو المجموع، مجموع امكانياته وملكاته وطاقاته وقدراته، ان ابنهم يقدر يعمل ايه بغض النظر عن المجموع اللي حصل عليه. مش مهم ابنك فين، المهم ابنك ايه في المكان اللي هو فيه. وياما ناس ضغطت على ولادها، دخلتهم طب وهندسه، والولاد دخلوا والبنات بقوا موجودين في الكليات بس ما نجحوش، ما بقوش متفوقين، ما مارسوش هوايات، طلعوا معقدين ومكلكعين، دوروا بعد كده على برامج علاج نفسي تخرجهم من الضغط اللي هم عانوا منه وتحول بعد كده لاضطراب. انا دعوتي لكل اب وكل ام انه يقبل ابنه زي ما هو، انه يقبل بنته كما هي، بيقبلها من غير مجموع، يحبها حب مش مشروط، يحبها بغض النظر عن اللي هي حصلت عليه، يقبله بغض النظر عن اللي هو جاب. هقول لك على موقفين، الموقفين دول بنستخدمهم في العلاج النفسي بحاجه اسمها الموديلنج تكنيك او اسلوب النمذجه. يعني بديكي نموذج من حاجه عشتها او حاجه شفتها فتنقل لك خبره علاجيه ان شاء الله ما حدش يمر بيها يا رب من الناس.
على مدار اليوم والليله مهما كانت الجنسيه او الثقافه اللي انا بقابلها في المركز، لان انا بقابل كتير من العرب وكتير في الجنسيات المختلفه والديانات المختلفه والمرجعيات الثقافيه المختلفه. تمام. بيصعب عليا قوي ان هو مش قادر يامن ان استقرار ابنه نفسيا اهم من تفوقه الدراسي. يهمك ابنك يبقى ناجح دراسيا ومتفوق ولا سوي نفسيا ومتزن؟ هقول لك الاثنين. طيب وانا هحقق لك الاثنين، بس بالعقل كده لو هو مستقر نفسيا ومتزن يقدر يبقى ناجح دراسيا ومتفوق. النموذج الاول والله 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 كتير من الجنسيات والثقافات اللي بشوفها الاب او الام اقول له احنا دلوقتي محتاجين نركن اهتمامنا بالدراسه، الدراسه جايه جايه والنجاح جاي جاي وابنك ذكي وهيحقق اللي انت عايزه، بس اقبله بالاول، اقبله في الاول وحاسسه ان هو مقبول عندك من غير شرط انت بتحطه. والله بيكون الرد اقبله ازاي وهو فاشل، اقبله ازاي وهو مش ناجح. على فكره كتير من الحوادث اللي بتحصل والصحفيين يتصلوا ممكن تكون حاله انا شفتها. ممكن يكون حد نط من مكان ورمى نفسه من حته عاليه وحط نفسه قدام المترو وابقى عندي التفاصيل اخلاقيه ما اقدرش اتكلم عنها. بيكون حاسس ان هو قدام الاب والام مجموع درجات. والاب او الام او الاثنين حتى شايفينه لو ما نجحش ما يستاهلش يعيش. كتير من الطلبه لما اتعملت عليهم دراسات لقينا ان هم مش شايلين هم مستقبلهم قد ما شايلين هم كسر خاطر اهاليهم. هم مش عايزين يوجعوا اهاليهم اللي تعبوا فيهم. صحيح. مش عايزين يعملوا ده. اديت لحضرتك النموذج السلبي ان كتير جدا من اللي قابلتهم باختلاف ثقافاتهم واعمارهم وجنسياتهم واسالهم يهمك ابنك يكون ناجح دراسيا ومتفوق ولا سوي نفسيا ومتزن؟ يقول لي ينجح الاول. طب النموذج الايجابي ايه وايه الرد الصح؟ النموذج الايجابي من باب النمذجه والموديلنج ابويا رحمه الله عليه. الله يرحمه. انا لا اتخيل ابدا انه جه مره قال لي ذاكر. خالص. بس كان دايما يقول لي جمله وهو كراجل عفوي وتلقائي يقول لي والله انت حر دي حياتك وانا رايح شغلي انت كمان تروح شغلك. وانت شغلك انك تقعد تذاكر ده. خالص ما قاليش حاجه خالص. واتخيل في مرحله الثانويه العامه وكان وقتها ضمن الجيل اللي عايش في المربع المزعوم اللي قلنا عليه وقال لي شوف بقى تجتهد وهتعمل ايه يعني. فقلت له لا انا مش هدخل طب، انا قريت قصه بتتكلم عن معالج نفساني بيعالج الناس من غير ادويه فانا هدخل كليه الاداب قسم علم النفس وعالج الناس من غير دواء. الرد الحقيقه كان مبهر لراجل تعليمه اغلب الشعب المصري والعربي ممكن يكون لم يتجاوزه وعايش على الله. قال لك ايه؟ قال انا زي ما عمري ما قلت لك ذاكر، انت اضرب مصلحتك واللي شايفه صح اعمله. الإحساس بالمسؤولية الشديدة اللي أنا حسيت بيها وقتها خلى كل الناس اللي دخلوا معايا أداب علم نفس بعدها اللي خد دبلوم قال أنا خدت خمسة، واللي عمل ماجستير قال أنا عملت ثلاثة، واللي خد دكتوراه وصلها قال أنا ناقشت خدت الثالثة. على فكرة أنت وثقت فيا وأنا ما خذلتكش. هو رمى الكرة في ملعبك. برافو عليك. لما تيجي الواحد زي توماس إديسون المدرس بتاعه كان بيقول عليه انه طالب فاشل ومفيش امل فيه اكتشف كهرباء كلنا عايشين بيها. لما تيجي الواحد زي بيتهوفن استاذه قال ده استحاله ينفع في الفن ومفيش امل منه وبقى بيتهوفن اللي هز العالم بالموسيقى بتاعته. لما تيجي لتشرشل اللي كان عنده مشكله كبيره جدا في مراحل التعليم الاولى وهزم المانيا وبقى اعظم قائد في بريطانيا. لما تيجي لعملاق الفيزياء اينشتاين اللي معرفش يقول جمله كامله الا وسنه 4 سنين، ما قدرش يستوعب القرايه والكتابه الا وسنه 7 سنين، اللي ما عرفش ينجح في حاجه في مراحل التعليم الاوليه وبقى اسطوره الفيزياء بعد كده. المساحه اللي ما بين استيعاب الاب والام وما بين قدرات الابن والابنه هي دي اللي احنا محتاجين نتكلم عنها. حضرتك خلصت ثانويه عامه طول اليوم بتسكرول على فيسبوك على انستجرام على تيك توك بتشوف الناس. صدقني حبيب قلبي والله العظيم انا جاي لك من المستقبل بقول لك اللي انت بتشوفه مش حقيقي. اللي انت شايفه طول اليوم متلمع متقمع ظاهر باين فلتر مش واقعي. اوعى تصدق كل اللي انت بتشوفه، ما تشتريش اللي بيتقال لك، ده مجهود اتعمل ومونتاج اتعمل عشانك. خليك واقعي شويه وما تصدقش عشان ما تحبطش. لو اشتريت اللي بيتقدم لك كله من غير ما تفكر فيه هتشعر بالدونيه، هتحس من وقت للتاني انا مش هعرف احقق ده، مش هعرف اوصل لده، والله ده مش حقيقي، كل اللي انت بتشوفه مش بالضروره واقعي. 5 خطوات بالله عليكم لو بتحبوا ولادكم اعملوها.
واسمع حديث سيدنا النبي لما قال رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني ساعده ان هو يآمن بيه ويآمن ليه لما وثق فيه. لما وثقت في ابنك وبنتك، اي حد من الاهالي اللي عنده ابن في مرحله بينيه زي الثانويه العامه كده، من فضلك احفظ اللي اقوله لك وحطه حالها في قلبك قبل ودانك. فاكر اقبلوهم مهما جابوا من مجموع، اقبلوهم لان انتوا بتقبلوا الاشخاص، بتقبلوا ولادكم مش بتقبلوا مجموعهم. حبوهم. ابنك او بنتك محتاج انك تكون بتحبه حب غير مشروط، محتاج انك تقول له انا قبلك وحبك زي ما انت. ثقوا فيهم. لما يجي يقول لك انا داخل حاجه جديده على مسامعك انت ما جربتهاش قبل كده، سيبه يجربها. دلوقتي الشغل مش بالشهاده، الشغل بالقدرات. ياما ناس كتيره جدا تقول لك ده انا واخد شهادات من كذا ومن كذا ومعتمده. معتمده على ايه؟ مفيش حاجه اسمها معتمد. المعتمد هي قدراتك وامكانياتك وملكاتك. ما تشتريش الوهم، ما تخليش حد يستغلك. معتمد على ايه؟ انت بتنزل سوق العمل وتثبت نفسك. الامر الاهم من انك تثق في ابنك، الرابعه دي مهمه جدا، فدوهم. فدوهم ان هم تقللوا التحديات اللي بيقابلوها. جيلنا والاجيال اللي قبلنا كانت معاناتهم في حصولهم على المعلومه. صحيح. الجيل الحالي معاناته في عدم الحصول على المعلومه، أو إن رغم كثره المعلومات، يفلتر المعلومه ويعرف الصح بكتير. من الغلط اصعب بكتير. اصعب بكتير جدا. ساعدوهم ان انتوا تقدموا النماذج الصحيحه. قول له ده انا بستفيد منه تبعه. الخمسه والاهم، مهما كان اللي ابنك هيحصل عليه، امن بيه. امن بابنك مش بمجموعه. امن ببنتك مش باللي حصلت عليه. امن بيهم وتاكد ان اللي مآمن بيك سابق اللي واثق فيك بيميل لقدام. امن بابنك عشان يفضل طول عمره شايل لك جميله انك ما استنيتش مجموعه، انك دايما كنت مستنيهم. أول ما تظهر النتيجة عايزك وانت في ثانوية عامة كده تطبق قاعدة ثلاثية اوعى تنساها. اوعى تنسى الكلام اللي هقوله لك ده وتحفظه لنفسك عشان يبرمك في عقلك ويبان عليك أول ما نتيجتك تطلع. مهما كان اللي حصلت عليه، طالما عملت اللي عليك ارضى بيه وآمن انك تعرف تنميه، وابذل أقصى جهد انك تنميه. مش مهم انت دخلت فين، المهم تبقى ايه في المكان اللي انت فيه. مش مهم الكليه اللي هتدرس فيها، المهم هتعمل ايه جواها. حط لنفسك خطوه لقدام علشان تبقى سابق اللي معاك خطوه واثنين وثلاثه لقدام.